بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور أحمد عطية دهشان. النهاردة حلقة شيقة جدا ومميزة جدا وبتهم ناس كتير جدا جدا جدا. يمكن مفيش بيت إلا وفي شخص أو أكثر إلا وبيعاني من هذه المشكلة، هي ألا وهي مشكلة السمنة. خلونا نقسم الحلقة بتاعتنا النهاردة، نقول مين الفئات اللي محتاجة تنزل وزنها أو تخس. دي كده النقطة رقم واحد. النقطة الثانية اللي هنتكلمها إزاي أعرف الوزن الصحي بتاعي. النقطة الثالثة اللي هنتكلم فيها النهاردة هنتكلم عن الأدوية المستخدمة في العيادات لتنزيل الوزن، وإمتى نكتب الأنواع المختلفة للأدوية التخسيس، وإيه هي العوامل المساعدة لينا، وإيه هو نمط الحياة الصحي اللي المفروض نمشي عليه علشان ننزل في الوزن بشكل صحي وبشكل سليم بدون أي أثار جانبية أو مضاعفات لأي شيء. ليس معنى ان انا اتكلم عن ادويه معينه ان انت تروح تاخدها من تلقاء نفسك، لا، هذه الحلقه لا تغني عن الطبيب. يعني قبل ان تستخدم اي دواء لابد ان ترجع لطبيبك حتى تتاكد انه ليس هناك اي تداخلات دوائيه للمنتج اللي انت تاخده بحيث ان هو يساعدك في نزول الوزن. ولازم تسمع الحلقه دي كلها كامله وتعرف كل ما يخص هذه الحلقه حتى تستطيع تستفيد استفاده قصوى. خلونا دلوقتي بشكل مباشر نبدا اول حاجه، مين الفئات اللي محتاجه تنزل وزنها؟ لما نتكلم عن الفئات اللي محتاجه تنزل وزنها نقول مرضى الضغط والسكر والقلب وتصلب الشرايين وامراض الناس اللي عندها مشاكل في العظام المختلفة. ولازم ناخد نقطة كده أساسية، لازم نعرف يا جماعة أن الوزن الزايد أو السمنة سبب رئيسي لأغلب الأمراض اللي موجودة عندنا. يعني السمنة هي حمل على القلب فتسبب لنا، تكون حمل على القلب فتسبب لنا مشاكل في القلب، تكون حمل على الأوعية الدموية فتسبب لنا مشاكل في الأوعية الدموية، تكون حمل على العظام المختلفة فتسبب لنا أوستيوبروزيس أو مشاكل في العظام المختلفة، تكون حمل على الرجل بطريقة ما فتعمل لنا دوالي، تعمل لنا مشاكل مختلفة. فالسمنة سبب رئيسي من أصغر المشاكل ومن أصغر الأمراض أو من أقل الأمراض من الصداع الى والعياذ بالله لا قدر الله الموت. علشان كده نبقى احنا عارفين مين الفئات اللي محتاجه تنزل وزنها، مرضى الضغط والسكر والقلب وتصلب الشرايين وامراض العظام المختلفه. دي كده النقطه رقم واحد. النقطه الثانيه اللي هي اعرف ازاي الوزن الصحي بتاعي. طبعا هناك حسبه بسيطه بتسمى البادي ماس اندكس او مؤشر كتله الجسم. مؤشر كتله الجسم دي طبعا بتنفع لكل الناس، كل الناس بلا استثناء ممكن تعمل هذه الحسبه، لكن يستثنى من هذه القاعده لاعيبه كمال الاجسام لان الحسابات بتاعتهم مش هتطلع مظبوطه. فدي كده يستثنى من هذه القاعده لاعيبه كمال الاجسام. طب الحسبه بتاعتنا ازاي بقى يا دكتور احمد؟ بكل بساطه بتعرف الطول بتاعك كام. هنبدا على سبيل المثال انت طولك 170، الاول انت طولك 170 سم، هتحول اول حاجه هتحول ال 170 سم للمتر، فهيكون متر و70 يعني متر نقطه 7. تضرب متر نقطة 7 في متر نقطة 7، الناتج اللي هيطلع ده هيكون في المقام. طب البسط بتاعنا المفروض يكون موجود في ايه؟ هيكون موجود الوزن بالكيلوغرام. يعني انت لو وزنك مثلا 80 كيلو وليكن، يبقى البسط بتاعنا 80 والمقام بتاعنا 1.7 في 1.7. الناتج اللي هيطلع من جراء هذه العمليه بنقسمها كده تقسيمات كده مختلفه. لو الناتج طلع من 18.5 ل 25 ده نقدر نقول عليه الوزن الطبيعي، اقل من كده نحافه. من 25 ل 30 نقدر نطلق عليها زياده في الوزن، لكن لا نستطيع ان نطلق عليها سمنه. من 25 من 30 ل 35 نطلق عليها سمنه من الدرجه الاولى، من 35 ل 40 نطلق عليها سمنه من الدرجه الثانيه، اكثر من 40 تبقى سمنه مفرطه. يبقى ده كده الترتيب بتاعنا. نقدر من خلال هذا الترتيب او نستطيع من خلال هذا الترتيب ان احنا نعرف ان احنا عندنا زياده في الوزن، عندنا سمنه من الدرجه الاولى، عندنا سمنه من الدرجه الثانيه، اقل من كده 18 مثلا 18، يبقى نقولهم كده نعيدهم كده بشكل سريع. اقل من 18 ونص نحافه، 18 ونص ل 25 وزن طبيعي، من 25 ل 30 سمنه من 25 ل 30 وزن زايد، من 30 ل 35 سمنه من الدرجه الاولى، من 35 ل 40 سمنه من الدرجه الثانيه، اكثر من 40 سمنه مفرطه. ده كده بشكل بسيط. طب يا دكتور انا حسيت ان انا اتلخبطت مش عارف احسب الحسبه دي. هناك حسب بسيطه خالص تانية ممكن نحسبها لكن ليست دقيقه زي حسبه مؤشر كتله الجسم او البادي ماس اندكس. طب ايه هي الحسبه البسيطه دي؟ نقدر نقول ان الحسبه البسيطه دي اللي هي تطرح من الطول بتاعك 100. يعني انت لو طولك 170، احنا طولك 170 اطرح 100 يبقى كام؟ 70. يبقى ده يبقى الوزن الصحي بتاعك المفروض يكون 70. ده كده بشكل مختصر. في ناس تقول لك لا اطرح من الطول بتاعك 105 الناتج اللي هيطلع هو ده الوزن الصحي بتاعك. يعني لو انت طولك 170 يبقى تطرح 105 يبقى الوزن الصحي بتاعك 65، ويبقى ده النتيجه بتاعتنا. يبقى احنا كده خلصنا النقطه الثانيه اللي احنا قلنا نتكلم فيها، معرفه الوزن الصحي، كيف استطيع معرفه الوزن الصحي. معاك حسبه معرفتش تحسب حسبه البادي ماس اندكس او مؤشر كتله الجسم، اطرح من الطول بتاعك 100 الناتج اللي هيطلع يبقى ده الوزن الصحي بتاعك. دي كده النقطه رقم 2. النقطه رقم 3 اللي هي ايه هي الادويه اللي احنا بنستخدمها في العيادات، وايه هو هو نمط الحياه الصحي. بصوا يا جماعه، اما حد بيجي لنا العياده بشكل بسيط بنساله مجموعه من الاسئله. هي الاسئله دي بنساله، بنعرف طبعا
حاجات مختلفه، طبعا الوزن والسن والطول وفصيله الدم، وبناخد منه معطيات بقى معينه عن الاكل بتاعه وحاجات معينه في نمط الحياه الصحي، يعني بيصحى الساعه كام، بينام الساعه كام، ميعاد الفطار، ميعاد الغداء، ميعاد العشاء، نوعيه الاكل في الفطار، نوعيه الاكل في الغداء، نوعيه الاكل في العشاء، هل بياكل ما بين الوجبات، هل بيحب اكل الحلويات، هل بيحب شرب هل بيشرب مشروبات غازيه، الشوكولاتات والحلويات الحاجات دي بيستهلك منها بكميات كبيره، هل عنده امراض عضويه معينه في الوقت الحالي، مثلا امراض معينه هي السبب الرئيسي اللي دفعته ان هو ينزل في الوزن، طب ما عندوش، هل يعني نعرف تفاصيل كامله عن جسمه ونتاكد وعرفنا ان هو ايه نوعيات الاكل اللي هو بياكلها، ونتيجه لنوعيات الاكل اللي هو بياكلها بنكتب له الدواء المخصص ليه. طب يا دكتور احمد ايه الدواء المخصص ليه؟ دي بقى شويه حاجات كده في الاسرار، عشان كده لو انت وصلت حتى الان في البتاع، وصلت لحد هنا، انزل اضغط لايك، لان احنا بنديك بالفعل حاجات موجوده في العياده، ومش هتلاقي ناس كتيره جدا تعطي هذه المعلومات، احنا بنديك هذه المعلومات عشان يكون عندك وعي طبي حتى لا تقع تحت طائله يعني من يستغلون جهل الناس. يبقى كده خلونا بقى نخش في النقطه بقى الاساسيه، ايه هي الادويه المستخدمه؟ اول حاجه من ضمن الحاجات المستخدمه ماده فعاله اسمها الشيتوزان. الماده الفعاله اللي هي الشيتوزان دي بتكتب في حاله الاكل المنوع، يعني ده شخص اي حاجه تتحط قدامه بياكل منها، اي حاجه بتتحط قدامه بياكل منها، كربوهيدرات ماشي، يعني ايه كربوهيدرات؟ نشويات، يعني النشويات يعني نشويات زي الرز والمكرونه والعيش وكل الحاجات، والمكرونه والرز والعيش والبطاطس كل هذه الاشياء نطلق عليها من النشويات، بياكل نشويات بكميات كبيره. النوع الثاني بياكل نشويات بكميات كبيره، وبرده تحط بقى حاجات فيها دهون واي حاجه، يعني اي حاجه تتحط الاكل بتاعه منوع، نستطيع ان احنا نقول الاكل بتاعه منوع، ما بيسيبش حاجه لما بياكلها، وهذا النوع عنده زياده في الوزن. طب هل يا دكتور ايه هو اللي احنا بنستخدمه في حاله ان الناس اللي بتاكل اكل منوع؟ بنستخدم ماده فعاله اسمها الشيتوزان. الشيتوزان ده موجود في منتجات الماركت، مش عايزين نتكلم عن اسماء هذه المنتجات حتى لا تكون دعايه لهم، بس اي منتج فيه شيتوزان ده نستطيع ان احنا نستخدمه في حاله الاكل المنوع. دي كده الصنف الاول من الناس، ايه الادويه اللي بنستخدم معاهم يعني هذه الماده الفعاله. يبقى الشيتوزان يستخدم في حاله الاكل المنوع، دي كده النقطة رقم واحد. ثاني حاجة نتكلم في حالة الأكل اللي فيه دهون أكثر، يعني نوع هذا الصنف من الناس نلاقي أغلب أكلهم بقى دسم وفيه دهون أكثر، هذا النوع بنستخدم معاهم المادة الفعالة اللي هي اسمها الأورليستات. يبقى الأورليستات بنستخدمه في حالة إن الشخص يكون بيتناول أكل دسم بشكل مستمر أو فيه دهون أكثر. ده كده النقطه رقم 2. طب في حاله السكريات ايه الماده الفعاله اللي بتستخدم في حاله السكريات؟ في حاجه اسمها الجلوكوزانول. الجلوكوزانول ده برضو بيستخدم في حاله الناس اللي بتتناول نشويات اكثر زي الرز والمكرونه وبقى كل الحاجات اللي فيها كربوهيدرات او نشويات. في هذا النوع طبعا الحاجات دي زي ما احنا قلنا كده لا تؤخذ الا تحت اشراف طبي، وان احنا نتاكد ان ليس هناك تداخلات دوائيه من خلال ان انت تعرض نفسك على طبيبك وتتاكد هذا الصنف يا دكتور ممكن استخدمه في حالتي ولا انا العوارض الصحيه تمنعني ان انا استخدم هذا الصنف، يعني فلازم ناخد بالنا كويس قوي ان هذه الادويه لا تؤخذ كده بشكل، لكن انت يكون عندك خلفيه ان في حاله النشويات المفترض بيتكتب الماده الفعاله اللي هي الجلوكوزانول، في حاله ان الشخص بياكل اكل منوع بنديله ماده الفعاله اللي هي الشيتوزان، وفي حاله الاكل اللي فيه دهون اكثر بنديله الماده الفعاله اللي هي الاورليستات. يبقى كده لحد كده احنا عرفنا ما هي الادويه اللي بتستخدم في العياده. الحاله الثالثه نتكلم بقى في النقطه رقم 4 اللي هو ايه هو نمط الحياه الصحي بالنسبه للشخص السمين، ايه هي الحاجات اللي المفروض الشخص السمين بنركز فيها في العياده ونركز عليها واللي بتساعد في حرق الدهون وتساهم في رفع نسبه التمثيل الغذائي للاغذيه المختلفه. نقدر نقول ما نيجي نتكلم عن نمط الحياه الصحي هنتكلم في اول نقطه نتكلم في النوم مبكرا. النوم مبكرا يا جماعه اثناء الليل، الناس اللي ما بتنامش كويس بالليل الهضم والحرق والتمثيل الغذائي والهدم والبناء عندها ضعيف جدا. فبتقول يا دكتور انا ماشي على النظام الغذائي بحذافيره، انا باخد الادويه اللي حضرتك بتقول عليها بحذافيرها، بعمل كل حاجه حضرتك قلت لي عليها بحذافيرها، وبالرغم من كده النزول بتاعي ضعيف، انا ما اعرفش السبب ايه. السبب بكل بساطه الناس اللي ما بتنامش ليلا الحرق بتاعها هيكون ضعيف. النوم ليلا، الله عز وجل يقول وجعلنا الليل لباسا عشان نفرز هرمونات الحرق وتكون متواجده، هرمونات الحرق تفرز ليلا، فالشخص اللي ما بينامش كويس هذه الهرمونات لا تفرز، فبيكون عنده ضعف في الحرق والتمثيل الغذائي، وبالتالي عدم الاستفاده من الانظمه اللي بيمشي عليها لخساره الوزن. يبقى دي كده النقطه. يبقى اول حاجه قلنا النوم ليلا، لما نيجي نتكلم في نمط الحياه الصحي نتكلم في اول حاجه النوم ليلا. ثاني حاجه مهمه جدا المواعيد الثابته، قاعده بنقولها لكل الناس عندنا في العياده، بنقول لهم يا جماعه المواعيد الثابته للغذاء بتاعنا يساوي حرق سريع. يبقى احنا لو عايزين حرق سريع يبقى لازم يكون هناك مواعيد
ثابته للوجبات بتاعتنا. يعني الفطار يكون ليه وجبه، يكون ليه ميعاد معين، الغداء يكون ليه ميعاد معين وثابت، ونثبت هذه المواعيد. يعني انت مثلا لو كل يوم هتاخد الفطار الساعه 8 يبقى كل يوم تثبته في هذا الميعاد، كذلك الغداء كذلك العشاء، مواعيد ثابته للاكل بتاعنا بيساوي حرق سريع. يبقى احنا كده هنضاعف التمثيل الغذائي في الجسم، هنضاعف الحرق والهدم والبناء في الجسم، وبالتالي هنقدر نستفيد استفاده قصوى من الاكل اللي احنا بناكله والنظام الغذائي اللي احنا ماشيين عليه. يبقى دي تاني حاجه في نمط الحياه الصحي. تالت حاجه وهي في غايه الاهميه نتكلم عن الرياضه. لما نيجي نتكلم عن الرياضه نقول لو كده قعدنا من هنا لبكره نتكلم عن الرياضه وعن فوائد الرياضه، لن نحصي فوائد الرياضه. الرياضه ده انت تسمح لنفسك ان انت تنزل. عمرك شفت واحد رياضي تخين؟ لا ما شفتش. وهناك القاعده الاساسيه اللي بنقولها في كل مكان بنروح، بنقول اذا اردت تحقيق شيء لم تحققه من قبل فعليك بتكوين شخصيه لم تكونها من قبل. لازم تشوف الشخص النحيف ده بيعمل ايه كل يوم وتعمل زيه. وعايزين نغير من انشطه بتاعتنا، نغير من الروتين بتاعنا. نتكلم عن الرياضه، نتكلم حتى لو نص في ساعه يوميا، مش هنقول جري في البدايه بالنسبه للاوزان، هنتكلم عن لو على المشايه بس حتى 30 دقيقه. وما بنيجي نتكلم في الرياضه عشان الرياضه بتاعتنا تكون فعاله، هنحاول قدر الامكان ان احنا يبقى في تسخين قبل الرياضه بتاعتنا او قبل الجري او قبل المشي. تسخين يعني مشي بطيء وبكل مده 5 دقائق، بعد كده ناخد المده بتاعت الجري السريع بتاعنا 20 دقيقه، وبعد كده نرجع بقى لحاجه اسمها التبريد تبقى برده 5 دقائق جري بطيء او مشي بطيء على حسب الريتم انت نويت تمشي او تجري. يبقى نص ساعه بنقسمهم 5 دقائق تسخين و5 دقائق تبريد، وفي المنتصف بندي 20 دقيقه جري او مشي سريع. وبكده تكون اتكلمنا عن الرياضه. فبنتكلم عايزين حرق، عايزين امتصاص، عايزين هضم، عايزين تمثيل غذائي، عايزين نزول الدهون بتاعتنا وخساره الوزن بشكل سريع، يبقى لازم الرياضه. يبقى الرياضه عامل اساسي في نزول الوزن. دي كده النقطه رقم 3 في نمط الحياه الصحي. ما نيجي نتكلم برضو عن نمط الحياه الصحي، نتكلم عن الاستيقاظ مبكرا. الاستيقاظ مبكرا، الشخص اللي بيصحى بدري الحرق بتاعه بيكون في قمه ادائه. ويا سلام لو تاخد وجبه الفطار بعد يعني بشكل مبكر، انت كده بتسمح لجسمك ان هو يكون نشيط في بدايه يومه، والحرق بتاعنا بيكون في قمه حالاته في بدايه النهار، وبعد كده يقل كل ما يتقدم الوقت. يعني الحرق بتاعنا مثلا لما نيجي نتكلم في 6 صباحا او 7 صباحا او 8 صباحا او كده، هذا الوقت نقدر نقول عليه ان هو افضل وقت للحرق بتاعنا، وبعد كده الحرق بيبدا يقل بمرور اليوم. لكن احنا مع الاسف في الوقت الحالي في العصر اللي احنا عايشين فيه الاكل بتاعنا قلبنا الليل نهار والنهار ليل، بقى الاكل بتاعنا كله يكون بالليل والنهار بتاعنا ما فيش اي حاجه احنا بنعملها خالص في النهار. خلونا بقى، يبقى احنا تكلمنا كده في النقطه، تكلمنا في الرياضه، اتكلمنا عن الاستيقاظ مبكرا، وجبه الفطار يكون في وقت مبكر، ده كله في نمط الحياه. واتكلمنا عن المواعيد الثابته، وتكلمنا عن النوم مبكرا، وان هرمونات الحرق بتفرز ليلا، فالناس اللي ما بتنامش بالليل بتكون عرضه لضعف الحرق والتمثيل الغذائي. ايه تاني بقى دكتور احمد ممكن نتكلم فيه تاني؟ ممكن نتكلم ايضا، تكلمنا في نمط الحياه الصحي. يبقى نمط الحياه الصحي مع النظام الغذائي. بصوا يا جماعه، من الضروري جدا ان انت تروح لدكتور تغذيه علشان يعد لك نظام غذائي صحي متوازن متنوع متكامل بيحتوي على كافه العناصر الغذائيه، من الكربوهيدرات، من الفات، من البروتين، من الفيتامين، من المينرال، من الميه. يبقى لما نيجي نتكلم عن نظام غذائي صحي يعني بيحتوي على كافه العناصر الغذائيه. اما بقى هذه الانظمه اللي موجوده في الوقت الحالي اللي بتعمل تقنين بشكل كلي للكربوهيدرات، الغي النشويات، قلل النشويات، شيل النشويات من حياتك اليوميه خالص، واشتغل فقط على البروتينات، واشتغل على الدهون، وهتنزل في الوزن، وكلها اشياء، هناك اشياء كثيره تدعو لهذا. لكن يا جماعه احنا نتكلم ان الغذاء او النظام الصحي يعني المثبت علميا من قبل الجهات الطبيه بشكل علمي، اللي هو المتوازن المتنوع المتكامل الذي يحتوي على كافه العناصر الغذائيه. مش هنسيب حاجه، محتاجين النشويات تكون في النظام الغذائي، محتاجين البروتينات تكون موجوده في النظام الغذائي، محتاجين الدهون بتاعتنا تكون موجوده في النظام الغذائي، محتاجين الفواكه والخضروات تكون موجوده في النظام الغذائي، محتاجين الميه تكون موجوده في النظام الغذائي، يعني في كافه العناصر محتاجين الميه. لما نيجي نتكلم عن النظام الغذائي لازم نتكلم عن عنصر اساسي، يعني نتكلم عن صفر سعرات حراريه، يعني نتكلم ان 70% من الجسم من هذا الشيء، من تركيبه الجسم بتاعتنا 70% منه. طب ايه هو ده؟ الماء. لما نيجي نتكلم عن الماء هنتكلم كده، نعمل محاضرات كامله نتكلم عن فوائد الماء. ليس وقت ان نتحدث عن فوائد الماء بشكل كبير، لكن خلونا نقول ان 70% من الجسم بتاعنا ميه، 90% من الدم بتاعنا 90% من الدم بتاعنا ميه. نقول ان اي حاجه تحط فيها ميه بتحط فيها حياه. الميه دي هي الحاجه الاساسيه اللي بتنقل لنا العناصر الغذائيه لجميع خلايا الجسم. فاحنا لو عندنا جفاف او ما عندناش كميه ميه كافيه هيكون عندنا ضعف في الحرق وتمثيل الغذائي. الحاجه الوحيده اللي صفر سعرات حراريه، ايوه محتاجين ان احنا نشرب كميات ميه كافيه. طب ايه هو المعدل المطلوب بالنسبه للشخص البالغ من الميه؟ نقدر نقول يا جماعه فيه ممكن نحسب حسبه بسيطه، ان احنا نقسم الوزن بتاعنا على 8، الناتج اللي يطلع ده عدد الاكواب. خلينا ندي مثال، لو انت مثلا وزنك 80 كيلو، اقسم 80 على 8 يديك كام؟ يديك 10 اكواب يوميا. هناك طبعا المنظمات حول العالم يقول لك ايه، اشرب من 2.5 ل 3 لتر ميه يوميا. هناك ناس يقول لك بهذه الحسبه ان انت تقسم الوزن بتاعك على 8 والناتج اللي يطلع يكون هو عدد الاكواب، حد الادنى من عدد الاكواب اللي انت محتاجها يوميا. لكن خلينا نتفق، لو احنا قلنا مثلا وليكن
بالنسبه للشخص البالغ محتاج 3 لتر ميه يوميا، ممكن نوصل ل 4 لتر، ممكن اقل من كده شويه اكتر من كده شويه، لكن ما ينفعش ان احنا نقل عن 2.5 لتر. اللتر بيبقى عباره عن كام كوب من الماء، اللتر بيبقى عباره عن 4 اكواب ميه. ده كده بشكل بسيط قوي اما نيجي نتكلم عن النظام الغذائي بتاعنا. يبقى النظام الغذائي بشكل عام، رحت لاي دكتور تغذيه مش هيعمل لك نظام غذائي صحي يراعي فيه المسموحات والممنوعات الخاصه بمرضك. دي كده رقم واحد. يبقى عشان نتكلم عن نظام غذائي صحي، يراعي الطبيب في المسموحات والممنوعات الخاصه بالمرض الخاص بك. يعني لو انت مريض كبد يبقى لازم يعد لك نظام غذائي خاص بمرض الكبد، لو انت مريض كلى لازم يعد لك نظام غذائي خاص بمرض الكلى، لو انت مريض قلب لازم يعد لك نظام غذائي خاص بمرض القلب. يراعي فيه المسموحات والممنوعات للمرض الخاص بيك، وعندما وهو بيراعي يكون نظام غذائي صحي متوازن متنوع متكامل بيحتوي على كافه العناصر الغذائيه من كربوهيدرات والفات والبروتين والفيتامين والفايبر والمي. يبقى احنا كده تكلمنا عن النظام الغذائي. نقول يا دكتور طب هل هناك حاجات طبيعيه ممكن ناخدها تحفز لنا من عمليه الايد وتمثيل الغذائي، او في مثلا هل هناك ادويه تكون امنه نقدر نستخدمها بشكل مباشر تساعدنا في عمليه الحرق او تحسسنا بالشبع وتكون امنه؟ ليس طبعا الادويه التي غير حتى مرخصه من وزاره، هناك ادويه كثيره جدا للتخسيس موجوده غير مصنفه وغير معتمده من وزاره الصحه في بلدان مختلفه بتخش عن طريق التهريب. فكل هذه الادويه طبعا قد يكون اغلب هذه الادويه بتعمل ضربات قلب سريعه قد تؤدي للوفاه، وهناك حالات وبنؤكد هناك حالات شهد لها، يعني هناك حالات توفت فقط بسبب تناول هذه الادويه. من امثله هذه الادويه ادويه الهارفا، هناك اسماء كثيره جدا يعني تستطيع، واللي مع الاسف هناك متخصصين يصفوا هذه الادويه. فقبل ما تستخدم اي ادويه لازم تتاكد هل هذا معتمد به من وزاره الصحه، طب ايه هل عليه رقابه ليس عليه. نسينا نقول حاجه برضو مهمه في غايه الاهميه، واحنا تكلمنا عن الادويه اللي بتستخدم لتنزيل الوزن او كده، من المعروف اثناء نزول الدهون، من المعروف اثناء نزول الدهون الفيتامينات بتاعتنا بتنزل. يبقى اثناء نزول الدهون الفيتامينات بتاعتنا بتنزل. طب عشان كده كان من الضروري لو انت بتاخد اي ادويه للتخسيس لابد ان تاخد معها مالتي فيتامين علشان يعوض الفيتامينات اللي نزلت مع الدهون بتاعتنا. طب هل هناك اشياء اخرى تؤخذ مع هل هناك اشياء اخرى تحفز لنا من عمليه التمثيل الغذائي؟ نعم هناك اشياء اخرى تحفز لنا من عمليه التمثيل الغذائي. فيتامين بي 12 من الحاجات اللي ممكن بنوصفها للبيشن بتحسن لنا من عمليات الايض والتمثيل الغذائي، كل واحد بياخدها على حسب الجرعه بتاعته والانسب ليه. دي كده حاجه ثانيه. طب ايه بالنسبه للحاجات الامنه؟ بصوا يا جماعه اي حد ممكن ياخد حبوب اسمها البران، حبوب البران ديت اللي هي حبوب الرده، حبوب البران ديت ممكن نستخدمها ان هي تزود لنا الالياف بتاعتنا. يعني ممكن والدكتور بيوصف لك الدواء الخاص بيك، او يعني بص احنا عايزين نقول يا جماعه لو انت ما خدتش ادويه ومشيت على نمط حياه صحي ونظام غذائي سليم ولعبت رياضه والحاله النفسيه بتاعتك كانت كويسه، يعني المنظومه دي كده كامله وحتى ما خدناش ادويه هننزل في الوزن. لكن هناك بعض الناس بتستعجل وتبقى عايزه ان هي تاخد اصناف من الادويه بحيث ان هي تبقى عامل مساعد ليها، بحيث ان هي تشجعها ان هي تنزل في الوزن بشكل اسرع شويه. ماشي، لا ما خلاص الدكتور هيكتب لك حاجه انسب ليك بحيث ان انت توصل للوزن بتاعك، ما فيش اي مشكله خالص. خلينا نتكلم دلوقتي في النقطه اللي هي في غايه الاهميه. قلنا ان هناك اشياء اخرى ممكن ناخدها زي البران. البران يعتبر من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن ناخدها مع اي صنف من الاصناف اللي احنا تكلمنا فيها. هذه الحبوب بتؤخذ قبل الوجبه، بتزود من نسبه الالياف في الجسم، وبتحسن من عمليه الهضم، وبالتالي بتسهل من عمليه الاخراج لينا، وبالتالي المساعده في نزول الوزن. دي كده ده البران. طبعا في حاجات تانية ممكن اخدها، ممكن مثلا وليكن هناك بعض حزام التخسيس، ممكن مثلا وليكن اثناء عمليه التخسيس ممكن تاخد حاجه تلبس مثلا وليكن حزام للتخسيس. حزام التخسيس برضو من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نستعين بيها لنزول الوزن. يبقى احنا عرفنا كده ان احنا ممكن ناخد حاجه اسمها البران، ممكن ناخد لو خدنا اي صنف من هذه الاصناف لازم ناخد معاها مالتي فيتامين. يبقى احنا ناخد مالتي فيتامين عشان نعوض النقص من الفيتامينات اللي بتنزل مع نزول الدهون. في حاجه برضو تانية في غايه الاهميه كنا افردنا لها حلقات، لكن احنا الفيديو ده فيديو نقدر نقول ان هو فيديو موسع كده شويه، نقدر نقول طبعا مش هنقدر ان احنا نقول كل حاجه، لكن بنقول اغلب الحاجات اللي هي ممكن تكون تتردد في اذهان الناس. هل يا دكتور برضو في حاجه تانية ممكن تزود لنا الشبع بتاعنا؟ في حاجه تانية ممكن تزود لنا معدل الشبع او تحفز لنا الشبع السريع. طب ايه هي؟ في حاجه اسمها يا جماعه بذور القطونه او الابسيليوم هاسك. الابسيليوم هاسك او بذور القطونه نقدر نقول ان ديت حاجات فعاله جدا 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 ان هي تحفز لنا الشبع. ليه؟ لان بذور القطونه ديت بتشتغل حاجه اسمها كبالكنج ايجنت. بالكنج ايجنت يعني ما ناخد الابسيليوم هاسك دي ما تخش جوه جسمنا، بتزود لنا معدل مثلا لو انت اكلت لقمه معينه، اللقمه ديت بتزودها حجمها من 10 ل 15 مره من حجمها الطبيعي. فتلقائيا بتاكل لقمه واحده، لكن اللقمه دي بتنتفش وتكبر جوه المعده بتاعتك، فبالتالي بتاكل كميات اكل قليله وبيحصل شبع سريع. فما يحصل شبع سريع هتاكل كميات اكل قليله وبالتالي هيحدث فقدان الوزن. وطبعا قلنا الموضوع مرتبط بعدد السعرات الحراريه الداخله. خلونا نتذكر مفهوم كنا قلناه من قبل اللي هو اسمه الانرجي بالانس. الانرجي بالانس بنقول ايه؟ ان الطاقه الماخوذه من تناول الطعام بتساوي الطاقه المستهلكه في النشاط والحركه. فاذا كانت الطاقه الماخوذه من تناول الطعام
اكبر من الطاقه المستهلكه في النشاط والحركه، فبالتالي هيكون عندنا سمنه، واذا كان العكس هيكون في نحافه. لذا لو كان في ثبات في الوزن يبقى الطاقه المأخوذه من تناول الطعام بتساوي الطاقه المستهلكه في النشاط والحركه. عشان ننزل 1 كيلو فقط في الاسبوع محتاجين ان احنا نقلل من الاحتياج السعري لكل شخص، محتاجين ان احنا نقلل من الاحتياج السعري لكل شخص 7000 سعر عشان ننزل كيلو واحد في الاسبوع. فالموضوع مش موضوع عشوائي ان انت خد. مع الاسف دلوقتي بتلاقي مثلا تخش على صفحات مختلفه تبقى عامله نظام غذائي لكل الناس، يقول لك من 80 كيلو لمش عارف ل 90 كيلو ويمشي كله على نفس النظام كده. يا جماعه الموضوع مش بالعشوائيه دي، الموضوع ما ينفعش لكل الناس. هناك حالات في حاجه اسمها مرض، وهناك حالات مرضيه يكون لها مسموحات ويكون لها ممنوعات. الذي يعرف المسموحات والذي يعرف الممنوعات دكتور التغذيه، والذي يستطيع اعداد نظام غذائي صحي متوازن ومتنوع ومتكامل وبيحتوي على كافه العناصر اللي انت محتاجها ويراعي فيها حالتك المرضيه، هو دكتور التغذيه بالظبط. يا جماعه عامل زي الترزي، حتى بنقول في الدبلومات اللي احنا بنعملها بشكل متخصص، بنعمل دبلومات متخصصه في التغذيه العلاجية، والناس اللي تلتحق بينا تعرف ان احنا بنقول لهم ان انت كاخصائي تغذيه عامل بالظبط زي الترزي، الترزي بيصمم البنطلون على مقاسك بالظبط، فكذلك دكتور التغذيه بيصمم ليك نظام غذائي على مقاسك بالظبط، بيراعي فيه احتياجاتك وبيراعي المسموحات والممنوعات علشان لا قدر الله ما يكونش فيه اي مضاعفات للمرض بتاعك، ويراعي ان انت هل محتاج نزول في الوزن او محتاج، ومراعي فيه البروتوكول العلاجي والهدف العلاجي بتاعك وانت محتاج بالظبط قد ايه علشان توصل للوزن الصحي بدون اي مضاعفات. وتلقائيا يا جماعه هناك شيء اساسي، نزول الوزن بيعقبه الناس اللي بتعاني من الام في العظام المختلفه، لو انت نزلت في الوزن فالام العظام المختلفه بوعدكم انها تختفي. الناس اللي بتعاني من مشاكل في القلب لو انت نزلت في الوزن الحمل هيقل على القلب، وبرضه يعني يكاد ممكن نجزم بحالات واقعيه موجوده معانا بيختفي بمرور الوقت الاعراض الشديده للقلب، وبالتالي ممارسه حياته بشكل طبيعي يعني هنخفف من حده الاعراض بشكل كبير. الناس اللي بتعاني من مشاكل ارثرايتس سبرين استرين لوباك بين، الناس اللي عندها ديسك، الناس اللي عندها مشاكل مختلفه، الناس اللي عندها دوالي، يا جماعه النظام الصحي النظام الغذائي الصحي يستطيع ان يعالج كل هذه الـ الامراض عن طريق ان احنا نخفف من الوزن بتاعنا، عن طريق ان احنا نعرف ايه هو نمط الحياه. عشان ما نطولش بس عليكم طبعا الفيديو بتاعنا طول وسحب مننا معذره، لكن احنا بنقول كل هذه المعلومات وعاملين هذا الحوار المفتوح يعني عاملينه كده علشان نوعي الناس ان هم يكون عندها ادنى من الوعي اللي اهيئها ان هي تعيش حياه صحيه خاليه من الامراض. انا كده خلاص خلصت كل الحاجات اللي احنا الاساسيه، ممكن نبقى نفرد حلقات نتكلم عن كل عنصر من هذه العناصر ونتكلم بشكل مفصل. لو انت عندك اي سؤال او عندك اي تعليق على الحلقه بتاعتنا بشكل بسيط انزل تحت اكتب التعليق بتاعك، وبوعدكم ان شاء الله رب العالمين بطلع على كل التعليقات وكل وبنجاوب، حتى لو هنفرد حلقات على للاجابه عن اسئلتكم. ولو حابين ان احنا نعمل بث مباشر نتلقى فيه اسئلتكم بشكل كامل ونديكم معلومات بشكل كامله بحيث ان احنا يكون عندنا ادنى من الوعي اللي لا يقعنا تحت طائله. احنا طبعا مع الاسف في عالم دلوقتي اي حد بيطلع ويقول كلام والناس بتصدقه، ليه بتصدقه؟ لان ما عندناش ادنى من الوعي اللي تقي نفسها من هؤلاء الدجالين او المشعوذين. مش عارف اقول ايه تاني، لكن ما تنسوش ان انت تدعموني، انزلوا اضغطوا لايك او ديسلايك لو مش عاجبك الفيديو، واكتب ليه انا مش عاجبني الفيديو، وده كده رقم واحد. تاني حاجه انا كده قلت كل اللي عندي، الباقي بقى عندكم انتم. ما تنسوش ان انتم تشاركوا الفيديو مع اصدقائكم وحبايبكم، فالدال على الخير كفاعله. شكرا ليكم، كان معاكم دكتور احمد عطيه الدهشان، دمتم بصحه وعافيه.